العافية. زي ما اتفقنا معكم من قبل فترة انه كل فترة نعطيكم فكرة عن مواضيع الذهب اللي بتفيدكم بشكل عام لما تنزلوا على السوق تشتروا ذهب ان شاء الله. هلأ العيارات في الأردن عندنا احنا المتعارف عليها عيارات الذهب اللي هي عيار الـ 24 للسبائك بتكون 4 تسعات او 9 9 5 هاي للتصنيع وشغلات بتفيد المشاغل اكثر شيء او الزبون اللي بيشتري اونصات. هلأ في عيار الـ 22 اللي هو بيجي ترميزه 916 وفي الذهب العيار 21 ترميزه 875 بالألف وفي كمان اللي هو عيار 18 750 بالألف. طبعا هاي العيارات المتعارف عليها تقريبا في الأردن. هلا في عيارات جديدة طلعت على السوق عندنا يعني مش كتير مطلوبة وبنفس الوقت بتكون خسارة الزبون فيها عالية اللي هي بيستخدموها جماعة العروض اللي هي عيارات الـ 14 والـ 9 والـ 12 وهاي بتكون نسبة الذهب فيها قليلة جدا. فدائما احنا بننصح الزبون في موضوع العيارات افضل اشي له ال 21 او ال 18 المتعارف عليه بالسوق الاردني فبكون نسبة الذهب فيها اعلى وبتكون افضل ان شاء الله في البيع او الشراء بتكون خسارتها اقل كمان. وبنتمنى لكم التوفيق وبيتكم عامل.